حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. المشاهد نت، الحوثيون يبيعون الأدوية المقدمة من المنظمات الدولية للمصابين بالكوليرا. عدن الغد، العثور في أبيان على صواريخ أطلقها البريطانيون قبل 60 عاما. القدس، شركة طيران تخطط لإطلاق رحلات جوية على متن طائرات من دون مقاعد. هاف بوست، لأول مرة في تاريخ الجزائر امرأة تصل إلى رتبة لواء في الجيش. أهلا بكم. البداية من الصحف الصادرة في العاصمة المؤقتة عدن والتي تعددت فيها العناوين. ففي صحيفة أخبار اليوم وردت عدة عناوين، أهمها بن دغر يحذر من صراع خطير بعدن ويقول حافظوا على عبد ربه أو ابشروا بالحوثي، وعنوان في ذات الموضوع المجلس الجنوبي يرد على تصريحات بن دغر ويتهم الحكومة بالترويج لقدرات الإنقلابيين. أما القيادي في عدن أبو مشعل الكازمي فيقول لن نسمح بأن تتحول ذكرى 7 يوليو إلى يوم عرض شخصي لكيانات تتسابق على فنادق وقصور الخليج. والعميد محمد الحجوري أركان اللواء 314 يقول تم تجهيز لواء من القوات الخاصة لحسم معركة نهم. أما عدن الغد فقد أورد العنوان التالي، مزارع بالمحفد يعثر على صواريخ يعود تاريخها إلى الاحتلال البريطاني. وقال الموقع إن أحد المزارعين من أبناء مديرية المحفد محافظة أبيان عثر على أحد الصواريخ الذي أطلقها طيران الاحتلال البريطاني على قرية الجازع بالمحفد عام 1952. وأضاف الموقع أن المزارع بينما كان يقوم بحرث الأرض الزراعية في قرية الجازع عثر على أحد تلك الصواريخ، وكانت طائرة الاحتلال البريطاني قد قصفت العديد من قرى مديرية المحفد حيث كان يتواجد الثوار، ومن تلك القرى قرية رباط آل بعزب وقرية الجازع التي كانت أحد معاقل الثوار. أثار مقال رئيس الحكومة الشرعية اليمنية أحمد عبيد بن دغر الذي نشرته عدد من المواقع والصحف أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبل العملية السياسية وحول مستقبل مدينة عدن وما يحاك في الظلام لإحباط عملية تحرير البلاد من الميليشيا. وقال رئيس الوزراء لا يمكن لأحد ملك السلاح والمال والرجال والدعم أن يتهرب من مسؤولية الحفاظ على الأمن، الكل يغدو في هذا الظرف الحرج، وربما المتفجر مسؤولا أمام مواطني عدن ومعنيا بأمن مواطني لحج وأبيان والضالع بل وبأمن اليمن عموما. المشاعر متأججة وهناك من لا يدرك خطورة الوضع. العدو الحوثي وصالح يدفع باتجاه الصدام بين طرفي الصراع التقليديين. العداوة والبغضاء والكراهية بعثت من جديد وبصورة أبشع، والصراع على النفوذ في عدن يمضي نحو الذروة. نعم صراع نفوذ، جولة جديدة من الصراع الغبي يجري التحضير لها، فإما أن تساعد على لجمها وإما أن تكون أداتها وحطبها وضحيتها. لا يلقي بيده للهلاك إلا جاهل، ولا يسكب الزيت على النار إلا من فقد عقله. ولا تنسوا أن الكل في حالة حرب مع الإرهاب. لماذا الصراع على النفوذ في عدن مع إمكانية تحقيق الشراكة والتوفيق بين المصالح المتعارضة؟ فكما للضالع حق في التواجد في عدن وفي ممارسة السلطة، الحق ذاته لأبيان ولأبناء عدن أيضا المنسيين دائما، وكذلك القادمين من محافظات أو مديريات أخرى. الأمر ذاته ينطبق على الثروة. الشراكة ومراعاة مصالح الآخرين قيمة عندما ننكوى بنار الحروب، ولا شك أن الخروج من دائرة العنف هو ما سيمنح عدن المستقبل الذي تتمناه. لا بد من إعادة الاعتبار للمصالح المشتركة، فإدارة المصالح مع الآخرين شيء وإقصاؤهم شيء آخر. كلما حاولتم إضعاف الشرعية في عدن أو النيل من الرئيس المنتخب، كلما مهدتم الطريق لعودة الحوثيين وصالح منتصرين، وبذلك تكونون قد خدمتم أعداء الأمة، وتكون طهران قد ربحت الحرب في اليمن دون طلقة. ها هم الحوثيون وصالح على بعد 150 كيلو من عدن، وهم أيضا لا زالت لديهم بعض القدرة على خوض المعركة، ولا عذر لمن لم يتعظ من ماضيه.
خلافا للمواقع الإخبارية، ركز الموقع بوست على جهود السياسة في محاولتها وضع حد للاقتتال. ويعنون الموقع: حراك جديد للمبعوث الأممي في اليمن وسط انسداد وتعثر لمختلف الأطراف. وفي التفاصيل مجددا، يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ جهوده في محاولة للإمساك بطرف خيط للخروج بحل للأزمة اليمنية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين. تحدث ولد الشيخ هذه المرة عن إجرائه مباحثات في قصر الإليزيه في باريس مع العديد من المسؤولين الفرنسيين حول مبادرات جديدة للمضي قدما في عملية السلام وحل الأزمة اليمنية. يفيد الموقع: لم تتضح بعد الخطوط العريضة لتلك المباحثات وما الجديد الذي ستقدمه ليمكن القول إنها ستفضي إلى حل جذري للأزمة في البلاد. جاءت تلك التحركات عقب اجتماعات مكثفة قام بها المسؤولون الألمان مع عدد من المسؤولين اليمنيين والانقلابيين في مايو الماضي في إطار مساعيهم للتوصل إلى حل سلمي وإيقاف الحرب في اليمن. هل تنتظر عدن حربا يمنية أخرى؟ يتساءل موقع يمن مونيتور في صفحته الرئيسية عن مستقبل مدينة عدن، مؤكدا أنه بغض النظر عما ستؤول إليه الأمور في عدن بعد 7 يوليو، إلا أن هذه الأوضاع مثلت شرخا فادحا لا يمكن تعويضه في صف الحكومة المعترف بها دوليا. ويبدو أن التوتر القائم بين أبوظبي والرئيس هادي أثر بالفعل على العمليات العسكرية ضد الحوثيين، فما تزال المعارك في ذات المناطق منذ بداية العام الجاري دون تقدم، إلا من تقدم محدود للغاية لا يمثل عامل توازن آخر في الأزمة اليمنية المتصاعدة. وقال مصدر في الحكومة مفضلا عدم الكشف عن هويته ليمن مونيتور: إن الأوضاع مقلقة بالفعل، وإن أبوظبي تضغط من أجل تفاهمات تضعها في البلاد دون أن يدلي بالكثير من التفاصيل، مشيرا إلى أن أبوظبي تريد اتفاقات مع الحكومة اليمنية بشأن القاعدة العسكرية في جزيرة ميون على مدخل باب المندب وأخرى بشأن سقطرى من أجل التخلي عن المجلس الانتقالي الجنوبي. ويرفض الرئيس هادي والحكومة تنفيذ أي من الإملاءات. إلى موقع المشاهد نت والذي علق حول جزء مما يجري في محافظة الحديدة وقال: جماعة الحوثي تبيع الأدوية المقدمة من المنظمات الدولية للمصابين بالكوليرا. وقال شهود عيان إن جماعة الحوثي وصالح في مديرية الضحي شمال الحديدة قامت ببيع الأدوية المجانية الخاصة بمكافحة الكوليرا والمقدمة من منظمات الصليب الأحمر والصحة العامة. وأكد أكثر من مصدر أن الحوثيين والأطباء العاملين معهم باعوا الجرعة الواحدة بقيمة 1000 ريال على أنها مقدمة من وزارة الصحة التابعة للإنقلابيين، ويريدون بيعها على سكان المديرية التي أصيب المئات من سكانها بوباء الكوليرا وعجزوا عن توفير قيمة الدواء نتيجة لفقرهم الشديد. وبحسب مصادر طبية فقد عجزت عشرات الأسر عن شراء جرعة الكوليرا التي هي منحة مجانية لهم. وناشد سكان المنظمات الدولية والمحلية التدخل من أجل إنقاذهم وتوفير الدواء بشكل مجاني. وعن أكبر الصحفيين المعتقلين لدى ميليشيا الحوثي عمرا عنون موقع الاشتراكي نت: نقابة الصحفيين تحمل الحوثيين مسؤولية تدهور الوضع الصحي للصحفي الجبيحي. وقال الموقع: حملت نقابة الصحفيين اليمنيين جماعة الحوثيين مسؤولية تدهور الوضع الصحي للصحفي يحيى الجبيحي المختطف في سجون الميليشيا بصنعاء منذ سبتمبر الماضي. وقالت النقابة في بلاغ صادر عنها إنها تلقت بلاغا من أسرة الصحفي المختطف الجبيحي تفيد فيه بتدهور وضعه الصحي داخل المعتقل بسبب حرارة الجو وسوء التغذية والمعاملة وعدم عرضه على طبيب. يتابع الموقع: وجددت النقابة مطالبتها بسرعة الإفراج عن الجبيحي وكافة الصحفيين، وأدانت المعاملة القاسية التي يتعرض لها الجبيحي وبقية الصحفيين، وطالبت بسرعة عرضه على الطبيب وتوفير الرعاية الصحية له. إذن قبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد.
كأن إحدى مهام المنظمات الدولية العاملة في اليمن التذكير بمآسيه، خصوصا الأطفال والذين يعيشون في جحيم. هكذا وصفت صحيفة العرب الجديد وضع الطفولة في اليمن وأضافت: من حين لآخر تصدر البيانات نفسها مع تحديث في الأرقام، والأخيرة غالبا ما ترتفع منذرة بالمزيد من الكوارث. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أعلنت أن 10 ملايين طفل في اليمن باتوا بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وأوضحت أن الأطفال في حاجة إلى رعاية صحية أولية وتغذية ومياه صالحة للشرب والصرف الصحي الملائم والحماية والتعليم. كذلك لفتت المنظمة إلى أنها تعمل من دون توقف مع السلطات المحلية في مختلف المحافظات اليمنية ومع المنظمات المحلية والدولية لمساعدة أكبر عدد من هؤلاء الأطفال. وفي يونيو الماضي قال الممثل الإقليمي لليونيسف خيرت كابالاري: الوضع في اليمن صعب للغاية، ولا يوجد مكان أسوأ منه بالنسبة للأطفال، خاصة للذين يعانون من سوء تغذية حاد، والبالغ عددهم نحو 500 ألف. صحيفة الاتحاد نقلت عن رابطة أمهات المختطفين قولها: إن ميليشيا الحوثي تحضر لمحاكمة هزلية لعدد من المختطفين في سجون الحديدة. واستنكرت الرابطة في بيان إقدام الحوثيين على هذه الخطوة دون إشعار أهالي المختطفين والذين تم اختطافهم من مقر أعمالهم دون مسوغ قانوني. وكشفت الرابطة عن قيام ميليشيا الحوثي في السجن المركزي بمحافظة الحديدة بتصوير بعض المختطفين تحت وطأة التعذيب الممنهج ليعترفوا بما تم تلفيقه لاحقا من تهم باطلة والإمضاء عليها بالإرغام. وأضافت الرابطة أنه لم تكتفي ميليشيا الحوثي باختطاف أبنائنا وإخفائهم قسرا، بل ولم يسمحوا لنا بزيارتهم ولا الاطمئنان على أحوالهم طوال مدة الاختطاف، ومنهم من لا نعلم مصيرهم ولا أماكن احتجازهم حتى الآن. وطلبت الرابطة سلطة الأمر الواقع في المحافظة إيقاف المحاكمة غير العادلة لمدنيين أبرياء تم اعتقالهم بدون وجه حق، حتى لا يعيد التاريخ نفسه في الجنوب. تحت هذا العنوان كتب رئيس حركة النهضة الجنوبية عبد الرب السلامي مقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين. وقال الكاتب: في ظل الحكم الشمولي السابق في الجنوب، فشل الساسة في التوفيق بين مشروعي الثورة والدولة، فنشب صراع سياسي بين تيارين: الأول تيار ثوري راديكالي أكثر تشددا في التمسك بالأيديولوجيا، والثاني تيار برجماتي يميل إلى البولستورويكا والانفتاح على المحيط العربي. في بدء الأمر ظل الصراع محصورا داخل أروقة التنظيم الحزبي، ثم انتقل إلى مؤسسات الدولة بعد الإطاحة برمز التيار الراديكالي عبد الفتاح إسماعيل. ثم زادت حالة الاستقطاب وبدأ الانقسام داخل صفوف الجيش الذي كان أكثر قادته وأفراده من محافظتي لحج وأبيان. الفشل السياسي في إيجاد تعايش وتكامل بين مشروعي الثورة والدولة بسبب الطبيعة الشمولية السائدة آنذاك أدى إلى فشل في السيطرة على مسار الصراع، حيث انفلتت الأمور من بين يدي القادة السياسيين، وبدأ يتحكم بالمشهد قيادات عسكرية ضيقة الأفق قليلة التشبع بجوهر القضية الأول. ومن هنا بدأ الاستقطاب يأخذ مناحي مناطقية ضيقة، وصارت أدوات المعركة تتجه نحو الصفرية والدموية، وهنا تدخلت أجهزة الاستخبارات العالمية لتلعب لعبتها. هذا الانحراف في جوهر القضية وتحولها من صراع سياسي إلى صراع مناطقي، وهذا الاختراق الاستخباري هي نتائج طبيعية متوقعة في أي زمان ومكان عندما يتصدر لإدارة الصراع السياسي عناصر ضيقة الأفق لا تعرف عن السياسة إلى الزعامة والنفوذ. كانت النتائج في الجنوب كارثية، حيث ختم صراع العسكر بأحداث يناير الدموية، وحفظت ذاكرة الأجيال مصطلحي الزمرة والطغمة كتعبيرين سلبيين عن حالة الفرز المناطقي الضيق، ونسيت الأجيال جوهر القضية الأول الذي كان في الأساس صراع سياسي بين مشروعي الثورة والدولة لا علاقة له بالقبيلة ولا بالمناطقية. ولكي لا يعيد التاريخ نفسه، فإن القيادات السياسية الجنوبية سواء التي في صف الشرعية أو التي في صف المجلس الانتقالي
أو تلك التي لديها موقف ثالث، الجميع اليوم أمام مسؤولية تاريخية. فإما أن ننجح في صناعة التعايش والتعدد والتكامل بين المشاريع السياسية، وأما أن نفشل ويسقط الأمر من بين أيدي النخب السياسية ويصبح مستقبل الجنوب بأيدي الطائشين وأمراء الحروب وقادة الميليشيات المناطقية. وحينئذ سيعض الساسة الوطنيون أصابع الندم كما عضها أسلافهم من قبل. إلى الأخبار المنوعة، حيث عنوان موقع هاف بوست عربي في صفحته الرئيسية: لأول مرة في تاريخ الجزائر امرأة تصل إلى رتبة لواء في الجيش. وقال الموقع إن وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت ترقية امرأة إلى رتبة لواء في الجيش لأول مرة في تاريخ البلاد التي استقلت عام 1962. يضيف الموقع: والمرأة التي تمت ترقيتها إلى رتبة لواء هي فاطمة بودواني من سلاح الجو، وكانت قد رقيت إلى رتبة عميد في العام 2012 من قبل رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة. وقبل هذا القرار كانت الجزائر التي يتواجد بها عدد كبير من النساء في كافة فروع القوات المسلحة تمنح امرأتين فقط رتبة عميد، هما فاطمة الزهراء من الصحة العسكرية وفاطمة بودواني من سلاح الجو، وتمت ترقيتهما على التوالي إلى رتبة عميد عامي 2009 و2012. إيران تسخر من ترامب عبر معرض كاريكاتير يدوم 8 أيام، عنوان لشبكة CNN، حيث نظمت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران معرض رسوم كاريكاتيرية يسخر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية غرب إيران. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية، فإن المعرض الذي تتولى تسييره دائرة الفنون في محافظة أذربيجان الشرقية سيبدأ يوم الأربعاء ويحتضن 35 رسما كاريكاتوريا جرى اختيارها من بين الكثير من الرسوم التي تقدم بها فنانون إيرانيون. وقال وكيل دائرة الفنون في المحافظة جواد كريم نجاد للوكالة إن الرسوم تظهر الصورة الحقيقية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسماته البارزة المتمثلة بإثارة الحروب وممارسة التمييز العنصري وارتكاب إجراءات غير إنسانية. المعرض يستمر 8 أيام وتنظمه إيران ضمن أسبوع تطلق عليه أسبوع حقوق الإنسان الأمريكية، ويتم تنظيمه بشكل سنوي. شركة فيفا كولومبيا، وكما تقول صحيفة القدس العربي في أحد أخبارها الأكثر قراءة، تخطط لإطلاق رحلات جوية تجارية على متن طائرات ليس فيها مقاعد، حيث يظل الركاب وقوفا طوال الرحلة، وذلك في محاولة لخفض تكاليف السفر. ويؤدي هذا الإجراء إلى خفض أسعار تذاكر الطيران، حيث من المتوقع أن تستوعب الطائرة عددا أكبر من المسافرين في كل رحلة، وفتح مجال السفر جوا للطبقة العاملة من الكولومبيين أو الراغبين في السفر لقضاء الإجازة من دون تكلفة كبيرة. وقالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن الشركة التي تقدم رحلات طيران اقتصادية أعلنت أخيرا أنها أضافت 50 طائرة من طراز إيرباص 320 لأسطولها حتى تستغل السوق السياحية المتنامية في بلادها. ألا يوجد حقيقة حاكم عربي واحد له القدرة والحكمة والحب لتجميع القادة العرب والتنبيه للخطر المحدق؟ يستحق العربي أن يعيش حياة كريمة أجمل وأفضل، وأن يحلم كما يحلم الناس، ليس غبيا وليس متوحشا، له ما للآخرين وعليه ما عليهم. هذا مقتطف من مقال كتبه الروائي العربي المعروف وسين الأعرج في صحيفة القدس، مضيفا: العالم العربي ينفرط من العقد ومن كل حبة تسقط في مدار مظلم أو زاوية معتمة، ويتحلل بهدوء وبرضى الجميع، وكأن هذا الجميع منتش بما أصاب الجسد العربي الذي أهلكته الدكتاتوريات الرعوية، وتجهز عليه الخلافات التي ستحول العالم العربي إلى لا شيء في الحسابات الدولية أكثر مما هو عليه حالياً. لا الطفولة محمية ولا التراث الذي أدخل في محميات الإنسانية ويدمر على مرأى الجميع. الكثير منها تم تدميره من طرف تنظيم الدولة داعش الذي أباد الزرع والضرع ليتحول إلى آلة محو ذاتية. هو القنبلة النووية التي ابتدعتها الأنظمة العربية الفاشلة. والغرب الاستعماري
والحركة الصهيونية لتدمير العالم العربي من الداخل بحيث لن تقوم له قائمة. ماذا سينتج عن حرب اليمن؟ المؤكد يمنا آخر ممزق، سنرى يمنا جزء منه حاقد على الجزء الآخر إذا رحمته الأوبئة التي بدأت تأكله يوميا بالألاف. وكأن هذا كله بخرابه ودمه لم يكن كافيا لتندلع حرب صعبة داخل خليج كان خارج هذه المآسي مؤقتا، فانضم هو أيضا إلى القافلة بانقسامه إلى قسمين خطيرين ولا نعرف المآلات. سيحترق كل شيء وسيختلط الحابل بالنابل، ونتحول إلى قبائل تقطع الطرقات والمسالك على بعضها بعض وتفنى بعضها على منبع ماء، وسيكتب تاريخ آخر على رمال الموت التي تنتظرنا في شكل مقابر جماعية مفتوحة عن آخرها. الصحفي حيدر أحمد من مكتب بي بي سي في بغداد يرصد آثار المعارك الجارية في قلب المدينة القديمة بالموصل وحركة خروج النازحين منها، وموقع شبكة البي بي سي نشر مجموعة الصور التي قام بالتقاطها. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.